عود إلينا مجددا عمر شاكر مراسل الغد من هناك. عمر، يعني المشهد واضح والاشتباكات تبدو عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، هل من تفاصيل تضاف إلى هذا المشهد؟ المشهد الحالي المتكرر في الشانزليزيه هنا، حيث موجود بالقرب من قوس النصر عدد كبير من المتظاهرين بدأوا يتجمعوا منذ صباح، والشرطة تكرر هذا المشهد هو بإطلاق غازات المسيلة للدموع في محاولة لتفريق متظاهرين، كما أن المتظاهرين كما نلاحظ الآن يحاولون أيضا إطلاق المفرقعات أو الحجارة وما شابه، تحاول الشرطة تقوم بتفريقهم. وجود طبعا مكثف لقوات مكافحة الشغب، هذا الدخان حقيقة يشتبه أحيانا بين الغاز المسيل الدموع وبين المفرقعات النارية في محاولة طبعا لتفريق المتظاهرين الذين يحاولون فقط التعبير عن احتجاجهم، ربما الدخول بشوارع التي تغلقها الشرطة، العدد كبير من الشوارع الفرعية تغلق من قبل الشرطة بحاجز يمنع لأي شخص العبور كمتظاهر، لكن يسمح للأشخاص الذين يريدون الوصول إلى الشانزليزيه بالدخول بعد عمليات تفتيش. في يعني هذا هو المشهد الذي يتكرر في الشانزليزيه، عدد من المتظاهرين يتوافدوا بشكل مكثف. ساعات الصباح الأولى كانت الأمور أهدأ بكثير من الآن، والمشهد الحالي ربما يوحي إلى أنه ربما سيكون هذا أو ستتكرر هذه الاشتباكات. عمر، يعني هل من إصابات جراء استخدام الغازات؟ لا توجد إصابات، وفقط محاولة لإبعاد المتظاهرين من هذه الغازات المسيلة للدموع، هي فقط يعني تجعل المتظاهرين يبتعدوا أو يختلوا بمنطقة بعد عن المنطقة التي يوجد فيها رجال الشرطة والأمن. لكن الاعتقالات متكررة حقيقة، نحن ننتظر بيان من وزارة الداخلية حول عدد الإصابات وتفاصيل أكثر حول حتى الأضرار المادية إن وجدت كما حدث في السبت الماضي، لكن الاعتقالات مستمرة والأعداد تتزايد بوتيرة سريعة منذ الصباح. بدأت الاعتقالات بالعشرات إلى أن وصلت بالمئات، تجاوزت آخر رقم طلعت عليه 350 معتقلا في عموم فرنسا وفي باريس أيضا. هذه الاعتقالات تقول الشرطة أنها اعتقالات وقائية لأشخاص يشتبه بحملهم أدوات تخريبية أو للاشتباه بإمكانية قيامهم بأعمال تخريبية. الاعتقالات كما ذكرت مستمرة، الانتشار الأمني مكثف واسع جدا وملاحظ، يتم تفتيش كل شخص يحاول الوصول إلى هذه المنطقة، 8000 عنصر أمني فقط في باريس و12 سيارة مدرعة تساعدهم في صد المتظاهرين الذين يحاولون ربما نعم يعني تواجد السيارات في الشرطة الممنوعة. هل تحاول إغلاق الشوارع؟ هذه السيارات التي نشاهدها. لم أسمع السؤال. ماذا عن سيارات الشرطة الموجودة في مداخل أو في مدخل الشارع، هل تحاول إغلاق هذا الشارع؟ ماذا تفعل؟ الشرطة في المشهد مثل في هنا تغلق الشوارع الفرعية لجادة الشانزليزيه فقط لمنع المتظاهرين من يعني الدخول في المناطق الفرعية، ومحاولة تجميعهم في منطقة واحدة للسيطرة عليها في نهاية المطاف. كل ما تسعى إليه الإجراءات الأمنية التي وضعت من قبل الشرطة هي فقط لضمان السيطرة على هذه الاحتجاجات. نعم، عمر شاكر مراسل الغد من باريس، ابقى معنا، بالتأكيد سنعود إليك مجددا.